شيع اليوم بالعاصمة صنعاء جثمان الشهيد العقيد الركن عبد الرحمن أحمد مرشد الشيخ نائب قائد اللواء 188 دفاع جوي إلى مقبرة الشهداء بصنعاء. وخلال مراسم التشييع التي تقدمها عدد من القيادات العسكرية والأمنية، عبر المشيعون عن استنكارهم لكافة الأعمال الإجرامية والإرهابية التي تطال منتسبي القوات المسلحة والأمن، مطالبين الأجهزة الأمنية والعسكرية بمتابعة وملاحقة كل من يثبت تورطهم في أعمال إرهابية وتخريبية جبانة وتقديمهم للعدالة. يذكر أن العقيد الركن عبد الرحمن الشيخ قتل داخل مقر قيادة اللواء بمحافظة مأرب.